نشتكي هذه الأيام من انقطاعات الكهرباء المستمر بسبب الأوضاع والجو والرطوبة، لذلك ندعو المجلس الرئاسي بالنظر إلى هذا الأمر، لأن الكهرباء مهمة جدا، لأن أصبحت مشكلة خطيرة على كبار السن والأطفال وأمراض الضغط وأمراض السكر. إذا توفرت الكهرباء المواطن بيرتاح من طريقة المياه، من طريقة كل حاجة، كله من سبب الكهرباء. سبب الكهرباء هذه هي دي قطعة الكل، دي تخلي الواحد إيش ما بيش. وثانية الناس ما عاد يجلس حتى داخل البيت، خرجوا برا وبرا نار ما تقدرش، ما عاد كيف نسوي. والناس حالتهم الحين ما فيش الحالة، إلى قلت عاهو بيروح يصير يعاني برا، يصير ياكل، يصير يبرد، يصير يفعل، لكن ما يقدرش. الكهرباء تعبونا تعب، خلي على الله يا أخي. 3 ساعات شغل، ساعتين طافي. التلج نشتريه من برا، والنوم ننام برا، كله برا. ايش فايده من الكهرباء هذه؟ كل ما قلنا لهم صلحوا الكهرباء يقولوا طيب بنصلحها، كله كذب في كذب. تعبنا، لا امتى نتعب. في ناس معاهم فلوس يروحوا الفندق يرقدوا، في ناس ماشي معاهم يرقدوا بالشارع، احنا ملي نرقد بالشارع ماشي معنا فلوس، ايش نسوي؟ نشتكي نتكلم، ما فيش فايده. كم لنا نتكلم على الوضع هذا مكان الكهرباء ما صلحوها؟ ايش كلم من؟ كل ما قدمنا بالجرايد، كل ما سوينا هذا ما فيش فايدة. انا بنظل كذا لما نموت. Thank you.